تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف عن مطالب إيران مقابل دعمها للجيش السوداني، مقابل تزويد الجيش بسفينة حربية تحمل مروحيات إضافة لطائرات مسيرة. فإن طهران طلبت السماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على سواحل البحر الأحمر. وفقا للصحيفة دائما والتي استقت معلوماتها من مسؤول استخباراتي سوداني، رفضت الخرطوم هذا العرض تجنبا لاستعداء دول منها الولايات المتحدة، وخصوصا مع التبعات الخطيرة لها، إذ ستمكن إيران من مراقبة أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهو الممر الذي يشهد توترات متفاقمة بالأساس نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية بدعم من إيران. فهل يدرك الجيش السوداني تبعات العرض الإيراني هذا؟ وهل تواصل طهران جهودها من أجل الحصول على موطئ قدم هناك؟ هذا ما سأتناول مع ضيفي. معي من لندن مستشار قائد قوات الدعم السريع عمران عبد الله، ومعي من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دعني أبدأ معك أستاذ مصدق، بناء على هذه التقارير لصحيفة وول ستريت جورنال أو حتى تقرير سابق كان قد نقله مواقع أمريكية أو تقرير لسيمافور تفيد بهذه الاتجاهات، بالتالي ما الذي تخطط له إيران حقيقة من خلال الدفع والضغط على الخرطوم وعلى الجيش السوداني يعني سفينة حربية تحمل مروحية مقابل قاعدة بحرية مطلة على البحر الأحمر خاصة في ظل هذا التوقيت؟ نعم، شكرا، تحياتي لك ست إيمان وأيضا لضيف العزيز ولمتابعيكم. أنا أعتقد أولا يجب أن نعرف يعني خطبة التقارب الأخيرة يعني كانت انطلاقا من السودان، يعني من حكومة البرهان جاء السيد علي الصادق وزير الخارجية السوداني، وهم قبل ذلك أعلنوا رغبتهم بالتقارب مع إيران. إيران أيضا وافقت. لماذا وافقت؟ حاليا لدى الحكومة الإيرانية سياسة التقارب الإقليمي، هي بدأت مع السعودية، وبالتأكيد هي كل الدول التي قطعت علاقاتها بسبب تدهور العلاقات بين إيران والسعودية عادت ما عدا البحرين، وبالتالي السودان أيضا كانت من ضمن هذه الدول وهذه المنظومة، وإيران رحبت في هذا التقارب. يعني هذا كل ما في الأمر، يعني المبادرة لم تكن من الجانب الإيراني رغم وجود طموح لإيران يعني للوصول إلى القارة الأفريقية لأسباب اقتصادية، وأيضا لديها حساسية خاصة البحر الأحمر. لكن أستاذ مصدق، أيضا سلوكيات إيران في المنطقة وخاصة أنه لديها موطئ قدم في اليمن من خلال الحوثيين وسلوك الحوثيين وتصعيدهم في المنطقة، الآن يأتي موضوع السودان، يعني حتى طبيعة ما رصد من موقف السودان أنه يرفض كمخاوف من تأثير ذلك على علاقات السودان وتقاربه مع دول المنطقة، مع الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، يشي أنه هناك توجه إيراني وإصرار على السيطرة وعلى النفوذ الكامل على الممرات الاستراتيجية في المنطقة، سواء على مستوى باب المندب، البحر الأحمر، قناة السويس، وكذلك مياه الخليج. صحيح، إيران هي تريد، لا تريد السيطرة، هي تريد تأمين يعني أمن ملاحتها بالدرجة الأولى. ثم أن موضوع العلاقات، يعني لاحظي فيما يتعلق بالسودان، ربما إيران تجنح للتعاون مع حكومة البرهان أكثر من حكومة أو من الدعم السريع. لماذا؟ لأن هذه الحكومة ربما هي قريبة من السعودية، وبالتالي إيران هي لا تريد أن تتدهور علاقاتها مع السعودية، وتريد أن يعني تسير في نفس هذا الاتجاه. ثم أنا لا أعتقد يعني إيران حتى لو دعمت هذه الحكومة وزودتها بالسلاح هذا سوف يثير امتعاض الجانب السعودي، بالعكس يعني حتى لو كانوا هؤلاء يعني حلفاء للسعوديين يعني سوف يرحبون بأن تدعمهم إيران. هذا من وجهة نظري كما قلت، يعني هذا التقارب يعني إيران في إطار سياسة التقارب التي ينتهجها الرئيس رحبت بهذه الخطوة. أما موضوع القاعدة وما إلى ذلك هذا الكلام يعني تنفيه إيران، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن الحكومة السودانية رفضت ذلك أنا لا أعتقد يعني. ولكن عموما أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، هذه العلاقة
حاليا هي علاقة مصلحية، يعني هناك مصلحة لدى سيد البرهان في السودان، أولا للسعادة الشرعية ولتعزيز الشرعية، ثانيا للاستفادة من السلاح الإيراني لإحراز التفوق ربما على خصومه، علما أن إيرانيا لا تحب أن تتدخل في الشأن الداخلي السوداني، يعني تدعم الجيش على حساب الدعم السريع، ولكن أنا أعتقد إيران سوف لن تكون هناك خط أحمر أمامها، لم يكن هناك خط أحمر أمامها إذا كان أحد الطرفين هو موالي لإسرائيل أو يتعاون مع إسرائيل، ربما إيران تعمل في الاتجاه المعاكس، هذا هو الخط الأحمر الوحيد، ولكن أنا أعتقد الجانب الإيراني مفروض عليه وهو هكذا يعني أن يبتعد عن السودان، وقعت يعني داخل السودان ويتعاون مع الأخوة السودانية إسرائيل بشكل عام، يعني حتى قبل نعم النزاعات وحتى صحيح قبل ما يمكن أن نسميه الحرب الأهلية الحالية. وهنا أتحول للأستاذ عمران، نعم بالنسبة لهشاشة الأوضاع وتدهورها، الأوضاع الأمنية والعسكرية في السودان إلى أي مدى تؤدي لهشاشة أو ربما لمساعي توظيف هذا الوضع وهذه الأزمة السودانية لصالح هذه الأجندة أو ذاك؟ وكيف يمكن أن ننظر لهذه الخطوات الإيرانية، خاصة يعني وحتى أستاذ مصدق وإيران لا تنفي هذا الموضوع، تعاون أمني عسكري، كان هناك مسيرات يعني إيرانية استخدمت في المعارك واستخدمها الجيش السوداني، لكن هل يذهب الأمر لأكثر من ذلك؟ في البدء التحية لك أستاذة إيمان ولضيفك ولكل المشاهدين. في البدء نحن كدعم سريع أو كشعب سوداني بنفتكر أن علاقة السودان مع إيران أو مع أي دولة يجب أن تبنى على ما يلبي رغبات الشعب أو المصالح المشتركة بما يعود بالرفاهية لشعبي البلدين، ولكن أن تبنى هذه العلاقة في الإضرار على دول الجوار أو دول المنطقة أو استغلال ثروات السودان، هذا ما نرفضه كشعب سوداني ونرفضه كدعم سريع. سيدتي الفاضلة، النظام الإيراني دائما يسعى للسيطرة على ساحل البحر الأحمر، وهذه المطامع قديمة متجددة، والآن وضح جليا أن إيران لها عدوان مع كل دول المنطقة لا سيما السعودية الإمارات كل دول الساحل. إيران الآن تصدر الإرهاب في السودان الآن، وإيران نحن لا العالم كله يعلم مدى علاقتها العضوية مع التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم الإخوان المسلمين الداعش الإرهابي الذي الآن أصبح يمارس التطرف والإرهاب بطريقة واضحة أمام الملأ ويقطع رؤوس الناس ويستخدم الأسلحة الإيرانية المحرمة لضرب الشعب السوداني. فبالتالي هذه مثل هذه العلاقات مرفوضة تماما، وهذا إن دل فإنما يدل على سقوط النظام السابق وعدم فقده للأخلاقيات، لأن الشعب السوداني يرفض تماما أي علاقة مع إيران، وقد كانت لدينا علاقة سابقة لكن بضغط من الشعب السوداني تم إيقاف هذه العلاقة، لكن في سبيل يعني لكن هزيمة لكن لكن أستاذ مصدق، أستاذ عمران، أستاذ مصدق يقول إنه هناك مصالح بطبيعة الحال، توجه ورغبة إيرانية بالدخول للقارة الأفريقية، المصالح ليس هناك مآخذ عليها، ليس هناك مطامع، بل يأتي في سياق إعادة ترتيب العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة بشكل عام ومع السودان من بين هذه الدول. هذا سيدتي الفاضلة كلام حق أريد به باطل. منذ متى كانت لإيران علاقة ودية مع دول الجوار؟ علاقة إيران دائما علاقة مصالح وأطماع وعلاقات استعمارية على الدول الأقل نموا. الآن استغلت ظرف السودان الحالي واستغلت ضعف الأخلاق بالنسبة للبرهان وأتباعه، فبدأ يتاجر في 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 أزمة السودان بأن يصدر لهم الأسلحة النووية لكي يقتل الشعب السوداني، ومن ثم يأتي الإيرانيين ليحكموا السودان. لكن نحن كشعب سوداني سنقف ضد هذا التوجه الإيراني وسنهزمه، الشعب السوداني سيهزمه والدعم السريع سيهزمه. والآن السودان بهذه العلاقة أو البرهان بهذه العلاقات يعني فقد كل التعاطف مع دول المنطقة، لا سيما يعني نحن صراحة أو الشعب السوداني أو كل الدول الجوار ترفض هذا التوجه الإرهابي الذي بدأ جليا. إيران لا تستحي ولا تواري حتى هذا التعامل السيء الذي لا أخلاق ولا تدينه، بل يعني تدفع بكل الأسلحة حتى الأسلحة المحرمة دوليا الآن ترسلها للشعب السوداني حتى يقتل بها الشعب السوداني. لا طيب عموما فقط لنوضح في هذا السياق، الجيش السوداني أو البرهان
رفضوا هذا الاقتراح الإيراني حسب ما جاء في الوول ستريت جورنال، وذلك لتجنب تنفير الولايات المتحدة وإسرائيل. لكنه هنا أستاذ مصدق أكد على الاستخدامات العسكرية لهذا الطلب، لأن الإيرانيين حسب المسؤول الاستخباراتي السوداني في هذا التقرير قالوا أنهم يريدون استخدامها لجمع المعلومات الاستخباراتية وأيضا لوضع السفن الحربية هناك. بالتالي إلى أي مدى هذا مرتبط بالتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، مخططات الإيرانية بهذا الصدد، وهل تقف طهران عند هذا الحد خاصة بالنظر لتاريخها في توظيف الميليشيات لنخر الدول من الداخل، على يعني سبيل المثال إذا ما كان لدينا نماذج لبنان، سوريا، العراق واليمن، كلها تخدم مصالح إيران لكن الدول نفسها تعاني أوضاع مزدرية. نعم، يعني أولا مصالح إيران يجب أن نعرف يعني ما هي مصالح إيران. يعني بالدرجة الأولى مصالح إيران فلسطين، مصالح إيران تحرير هذه المنطقة، مصالح إيران معاداة الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على إزاحة النفوذ الأمريكي من هذه المنطقة. النفوذ الأمريكي واضح ما هو أهدافه ولماذا يتواجد الأمريكيون في هذه المنطقة، ولاحظنا كل الحروب التي يشعلوها ما زالوا يريدون أن يشعلوا كل هذه المنطقة في إطار الفوضى العشوائية، وإيران تتصدى لهذا الشيء. إذن يعني ليست هناك مصلحة إيرانية خاصة. نعم إيران ترى أن من حقها إذا كانت لديها تحالفات أو صداقات مع دول مطلة على ساحل البحر الأحمر تستطيع أن تستفيد من إمكانيات هذه الدول بالتوافق معها، وهذا لا يعني شيء. أما ما تفضل به الضيف، يعني أولا حاليا نحن نتحدث حاليا لا نتحدث عن الماضي، نتحدث حاليا. ليست هناك أي عداء بين إيران والمملكة العربية السعودية مطلقا ولا مع أي دولة خليجية، حتى مع البحرين. يعني حتى مع البحرين ليس هناك يعني اداء كبير، او حتى يعني نلاحظ حتى الاعلام الايراني يعني هذا الموضوع اصلا مهمل ولا يتحدث فيه. وعلاقاتنا ايضا مع السودان هي تصف في هذا الاطار، وايران اذا كانت متحمسه هذا يعود في اطار سياسه التقارب الايرانيه الخليجيه بعد المملكه العربيه السعوديه، يعني تقريب تحسين العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه بوساطه من الصين. طيب هل ايران وبالتالي السودان هي ايضا تقدمت، ولكن لا رغبه لديها، ولكن يعني الضيف لا رغبه لديها في السيطره على الممرات. نعم. الاستراتيجيه على صعيد المنطقه بما يضر بدول المنطقه. هذا ما الذي يعنيه السودان استراتيجيا بالنسبه لايران في مشروعها، بعيدا عن توظيف القضية أو الملف الفلسطيني؟ نعم السودان، نعم أنا أجيبك صحيح. يعني أنا قلت هناك نظرية عسكرية قديمة منذ القدم، يعني إيران كانت تتبعها كل الدول أيضا، يعني هناك الصراع على مضيقي هرمز وباب المندب. هذه العقيدة العسكرية منذ أنا أتحدث منذ عهد كوروش في إيران عام 2500. النفوذ الإيراني في اليمن وفي القارة الأفريقية وفي تلك المنطقة يعود إلى آلاف السنين، يعني هناك آثار وشواهد تؤكد ذلك. لماذا؟ إيران كانت إمبراطورية وكانت تتصارع مع القوى الكبرى، وهذه القوى كانت تتصارع على مضيقي هرمز وباب المندب. وبالتالي إيران اليوم يعني في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتقد أنها إذا أحكمت سيطرتها أو عززت قدراتها أو تحالفاتها في هذه المنطقة خاصة يعني باب المندب باعتبار مضيق هرمز تحت تصرفها، هي سوف تستطيع أن تحقق يعني نقاط أكثر تفوقا من الجانب الأمريكي. يعني في هذا الإطار نعم السودان مهم بالنسبة لإيران لأسباب عديدة جدا، أهم سبب إطلالة السودان على البحر الأحمر والخلفية التاريخية للعلاقات بين إيران والسودان. لأن الوقت أدركني أستاذ مصدق وأريد تعقيب سريع. لا يا متي لا. نعم تعقيب سريع أستاذ عمران. نعم بالنسبة لكلام ضيفك أنا نحن لا نرفض إذا كانت هذه العلاقات مبنية على 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 سياسة التقارب كما ذكر أو تبادل المنافع، لكن أن تأتي إيران وتمد طرفين متقاتلين في السودان وهم يزعمون أن السودان أشقاء بدلا من أن يتقدموا بأي مبادرة لإيقاف الحرب مثل ما كما تبادرت معظم الدول، لا هم العكس الآن يمدون الطرف الآخر بالسلاح والأسلحة المحرمة دوليا، حتى الحرس الثوري الإيراني نفسه تدخل في هذه المعركة. إذن هذه مبنية على الأطماع، نحن نحسبها من ذلك.
نحن تمنينا لو الايرانيين جاؤوا بمبادره كما جاءت السعوديه والولايات المتحده، كل الان انتم تشنون الحرب على الولايات المتحده الامريكيه، لكن الولايات المتحده الامريكيه بادرت بايقاف هذه الحرب ومدت يد العون نعم للشعب السوداني. فايران شكرا. لم تتخذ هذا الحزو، بل هي تسهم بالسلاح الذي يقتل به الشعب السوداني، لذلك نحن نرفض التدخل الايراني في الشؤون السودانيه. شكرا جزيلا لكم. للأسف انتهى وقتي. إذا مستشار قائد قوى الدعم السريع عمران عبد الله من لندن، أشكر أيضا ضيفي من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور.